في يوم من الايام قال لنا صاحب الارض محمود درويش ان الهويه هي اللي بنورثها مش اللي بنورثها، هي اللي بنخترعه مش اللي بنفتكره، هي اللي بنأسس له مش اللي بنتولد نلاقيه واقع مفروض علينا من الاخرين. ولان الماضي ليه دور جوهري في تصدير الحاضر ورسم ملامح المستقبل. من اي وقت مضى. ادي زيزو، انطلق زيزو من تاني، عرضيه عرضيه، يا ولد يا ولد، الله 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 الله، عملها من الدار الثاني لمحمود جنشة هنا في ملعب برج العرب، ولقاء العوده المباراه النهائيه لكاس الكونفدراليه الافريقيه لعام 2019، الزمالك المصري التاريخ، الامجاد والبطولات مقومات البطل. شوف الجمهور قد ايه، جمهورك عايز يفرح يا زمالك، بالفار يعطي الحق لنادي الزمالك ومحمود علاء بسم الله وبسم الله. لكنها كان لها جذور قديمة متأصلة في جدار بطولات وتاريخ مدرسة الفن. هقول لك بطولة 93، سيناريو ركلات الترجيح الدراماتيكي قدام أشانتي كوتوكو بصوت الخالد محمود بكر اللي ما بيروحش من بالنا أبدا. ولا نحكي عن بطولة 96 والسيناريو الأصعب ضد شوتينج ستارز، لحد ما خرجت صرخة كابتن حمادة أمام بعد ضياع ركلة الجزاء بطل نيجيريا الأخيرة. ومبروك لمصر، مبروك لمصر، مبروك لنادي الزمالك، ويفوز نادي الزمالك بإنجاز تاريخي. تيجي نفتكر كاس كؤوس 2000 والتتويج في قلب الكاميرون بعد أصعب 5 دقايق مروا على جمهور الزمالك في ويندي. أول بطولة كؤوس نادي الزمالك.
ولا اكلمك عن دوري ابطال 2002 ومباراة كابرال التاريخية في المغرب ضد الرجاء اللي قرر فيها يتخلى عن فلسفته البرازيلية ويستعين بكاتيناتشو الطليان لاستعادة الأميرة السمراء؟ أقول لك على حاجة، احنا ما نقدرش ننسى اي لحظة في اي بطولة من دول، لان فرحتنا بيها كل مرة كانت مستمدة من صعوبة تحقيقها، حلاوتها كانت في صعوبتها، ومتعتها كانت في تفاصيل الرحلة، رحلة فارس القاهرة اللي ياما اجتاحت امجاده ارجاء القارة. أرض استاد الرعب ليلة 19 مايو هيكون مهاويس اللون الأبيض على وعد جديد مع الأمل، أمل مرهون بأقدامكم تكتب لنا فصل النهاية السعيد، لحكاية هنحكيها لكل اللي هيجوا من بعدنا عن ماسك القوس والسهم، عدو الاستسهال وعاشق الصعاب، أو في قول آخر الزمالك. Put the song in your mind from the beginning of the game.